السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نتكلموا اليوم على شركة كارفور دو لافيسيل الموجودة بالشارع حمى الفتواكي بدرب عمار بمدينة الدار البيضاء. تم افتتاح الطابق الرابع الذي تباع فيه مجموعة من الهدايا أو السلع الخاصة بالهدايا والديكورات المنزلية ذات أشكال نحاسية وفضية وكذلك مكونة من الكريستال، مجموعة من الكؤوس والأواني المكونة من الكريستال. الأثمنة مناسبة وفي المتناول. الآن نترككم مع جولة في هذا الطابق الرابع ونلتقي بكم في نهاية الفيديو.
نتمنى أن تعجبكم هذه الجولة في هذا الطابق الرابع. لمن أراد زيارة هذه الشركة أو هذا المتجر فالعنوان سوف أتركه في الوصف.